إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات. مسارات بين رؤى التطور والتحديث. مسارات وتحت مظلة احتياج المواطن بين البر والبحر والجو. نكون سلسلة متصلة تصل إلى غايات هادفة تحت مظلة الوطن. بسواعد شبابها. بأبجدية النماء والعطاء. مسارات. في لوحة البداية يصوغ مساراتنا يونس بن سليمان البوسعيدي وكامل بن فاضل الهنائية. مسارات. عيون المواطن هي رقي الواقع. يسطر سطور المسارات أحمد بن سالم الكلباني. مسارات. مسارات. وبين مسار وآخر تبقى هذه الضيافة بمعية المخرج حمد بن عامر الوردي. مسارات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج مسارات. برنامج مسارات يسلط الضوء على مشاريع وخطط وبرامج وزارة النقل والاتصالات والرؤى المستقبلية التي نبحث عنها جميعا من خلال مشاريع الوزارة. لدينا مواضيع حافلة بإذن الله سنتطرق إليها ونتحدث عنها، وموضوعنا لهذه الحلقة الموضوع الأبرز هو أوزان الشاحنات. رسالة توعوية. رسالة توعوية. عزيزي المواطن، إن زيادة حمولة الشاحنات عن الوزن المسموح به يعتبر سبباً من أسباب تآكل سطح الطريق وظهور تشققات به، فكن عونا لنجعل طرقنا أكثر أمانا. أخبار الوزارة. أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات في حديث سابق، أكد بأن الطرق الجديدة في السلطنة كطريق الباطنة السريع وطريق بدبد صور ستتضمن محطات أوزان الشاحنات الثابتة. الطرق الجديدة سواء كان طريق السريع الباطنة طريق بدبد صور أصبحنا نضمن محطات أوزان ثابتة في المشروع نفسه، فإن شاء الله مع نهاية العام القادم سيبدأ استخدام هذه الأوزان على طريق السريع. نصل بكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الرئيسية في برنامج مسارات، هذه المحطة التي نتعرف فيها على موضوع جديد يهمنا ويهمكم كمستخدمين للطريق. في هذه الزاوية بإذن الله مستمعينا الكرام سنتحدث عن أوزان الشاحنات، وحول هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيفي على طاولة الاستوديو المهندس هيثم بن أحمد بن مراد الزجالي رئيس قسم التصاريح والتراخيص بالانتداب بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات. بداية نرحب بك مهندس هيثم. مرحبا بكم أخي أحمد، حياك الله مجددا في برنامج مسارات، ونتحدث عن موضوع أوزان الشاحنات. ولنذهب بداية في حديثنا معك المهندس إلى ما نعلم جميعا أن التطور في شبكة الطرق والزيادة المضطردة في حجم الطلب على نقل البضائع ظهرت هناك تجاوزات في الحمولة المسموح بها على الطرق بسبب هذا الأمر. وفي بداية حديثنا من الجيد أن نتحدث عن خطورة ما تسببه مثل هذه التجاوزات، وأيضا مدى تأثيرها على انسيابية حركة المرور وعلى شبكة الطرق بشكل عام. وكما هو معروف ترتبط السلطنة بالدول المجاورة بشبكة من الطرق الدولية الحديثة التي أصبحت حركة الشاحنات مختلف أوزانها وأحجامها عليها بصفة مستمرة وفي كل الأوقات، وقد صاحب ذلك وجود بعض التجاوزات في الحمولة المسموح بها على شبكة الطرق والتي أثرت سلبا على العمر الافتراضي لطبقات الرصف والمنشآت الخرسانية
وحيث أن سلامة مكونات الطرق والحركة المرورية عليها أمرا ضروريا، فأنه من المناسب وضع حد لتلك التجاوزات، وذلك بتقنينها بمراقبتها من خلال وضع موازين متنقلة للشاحنات، كما أيضا ضبط الأحمال المحورية، الهدف منه تقليل كلفة الصيانة، جراء الأحمال الزائدة التي تتعرض لها من بعض متجاوزي الحمولات لبعض الشاحنات، ونتيجة زيادة الحمولات وتقليل نسبة أعطال على الطرق، ورفع مستوى السلامة للمستخدمين وتقليل نسبة أعطال المركبات على الطرق. كما أيضا ضبط الحمولات الشاحنة يؤدي إلى زيادة سرعة الشاحنات على الطرق، ويمنع تباطؤ الشاحن من جراء الحمولة الزائدة وتقليل نسبة الحوادث المرورية. طيب، نذهب إلى موضوع في غاية الأهمية، وربما نتشارك هذه المعلومة مع المستمعين الكرام، وهو موضوع وسائل النقل القادمة من خارج السلطنة. هل تلتزم في حال قدومها بالأوزان المقررة، خصوصا الناقلين الذين يتعاملون مع نقل مواد البناء، المواد الثقيلة كما نصفها، المحاجر، الإسمنت، حديد التسليح وما إلى ذلك؟ أما فيما يتعلق بوسائل النقل القادمة من خارج السلطنة، يوجد بعض الشاحنات غير ملتزمة بالأوزان المقررة كناقلات الأسمنت كما ذكرت وناقلات الحديد، ويتم مخالفتها بشكل دائم في مواقع الموازين الشاحنات المتنقلة على شبكة الطرق. جميل. طيب، فيما يخص الحالات الخاصة التي تتطلب نقل معدات ثقيلة، يعني إلا ما يحدث هذا الأمر مهندس هيثم، يعني مثلا مجنزرات، مثلا أحمال ثقيلة أكبر من المعمول به، ولو تذكرنا فقط بالوزن السائد أو المتعامل به عالميا من أجل سلامة الطرق في الأحمال السائدة. والحالات الخاصة التي تتطلب نقل معدات ثقيلة يتم إصدار لها تصاريح خاصة، تصاريح نقل حمولات استثنائية تصدر من الوزارة، وذلك بقيام الناقل بتقديم تفاصيل للشاحنات وتفاصيل الحمولة، وبناء على ذلك يتم دراسة الطلب ومنحه التصريح في حال توافق الحمولة مع الأبعاد والأوزان المسموح بها على شبكة الطرق، كما يتطلب موافقة من شرطة عمان السلطانية كمرافقة للشاحنة في حال نقل الحمولات الثقيلة. جيد. مهندس هيثم، نتساءل أيضا عن عدد الموازين للشاحنات في السلطنة، وهل تم تغطية السلطنة بالكامل، وهذا ما أعني به الموازين التي تحدد الحمولة التي يعني تحملها كل شاحنة، إذا كانت أكبر من المحدد، إذا كانت أقل، إذا ما كانت مساوية أيضا، هل يوجد برنامج تنسيقي مع شرطة عمان السلطانية كونها الجهة المعنية بتنظيم الحركة المرورية؟ نعم، يوجد برنامج تنسيقي بين شرطة عمان السلطانية ووزارة النقل، ويوجد حاليا 4 فرق مشتركة تعمل بشكل يومي على شبكة الطرق. يوجد حاليا الفرق تعمل في محافظة شمال الباطنة ومحافظة جنوب الباطنة ومحافظة ظفار ومحافظة الداخلية. جميل. طيب، تساؤل جانبي هكذا يجب أن نتعرف عليه رفقة المستمعين مهندس هيثم، كم هو وزن الحمولة المحددة في طرقاتنا، والتي يعني في حال ضبط الميزان الوزن هذا أنه يعني في رقم أكبر تخالف شرطة عمان السلطانية؟ كما هو مدرك في قانون المرور 46 طن. 46 طن. 46 طن كما هو مدرك في قانون المرور. طيب، في هذا 46 طن يعني أنت مورك في السليم. نعم. إذا كنت صاحب ناقلة أو شيء من هذا القبيل. في حال تجاوز إلى أي رقم تتم المخالفة، أم يصل إلى درجة مثلا الإيقاف أو شيء من هذا القبيل؟ لا، يتم مخالفة الشاحنة مخالفة مرورية بشكل، في حال مرور على موقع الفرق اللي تعمل على شبكة الطرق. طيب، هذا إذن شكل من أشكال الرقابة من خلال الموازين المتنقلة التي تضبط هذه الشاحنات. المحور السادس في حديثنا مهندس هيثم، مثل ما نعرف هناك كان يوجد نقاش مع وزارة التجارة والصناعة فيما يخص الحد من الشاحنات ثلاثية المحاور، وكانت الوزارة تطالب بإيقاف هذا النوع من الشاحنات بسبب الضرر الكبير على الشارع. ما هو رد وزارة التجارة والصناعة؟ دعنا نبدأ بالإجابة على السؤال الأول. منع الضرر الذي قد تسبب نوعية الشاحنات ثلاثية المحاور، هو بسبب وزن الأحمال، الشاحنات ذات الثلاثية المحاور تعتبر أكثر ضرر من ناحية الحمولات الزائدة التي يتم تحميل تلك الشاحنات فيها.
يعني هل نقول بأنه الشاحنات ثلاثية المحاور تعتبر أكثر ضرر، تشيل كميات أكبر؟ طيب نعم. طيب وما تم مناقشته مع وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية، يتم حاليا تنسيق مع شرطة عمان السلطانية لإيجاد حلول مناسبة للحد من هذا النوع من الشاحنات. طيب إيش كان رد وزارة التجارة والصناعة؟ التنسيق بين وزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية لإيجاد حلول مناسبة للحد التقنين. طبعا هذا ما ممكن للتقنين. انك يعني تحضرها نعم بشكل ليس يعني حضر، ليس حضر، انما للحد منها للتقليل منها. طيب هل لك ان تطلعنا بشكل مختصر عن النظام الذي وضعته الوزارة فيما يتعلق بوزن الشاحنات المتنقلة؟ هو حاليا الوزارة تضبط الاوزان المسموح بها على شبكة الطرق بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية لدار العمل المرور بموجب قانون المرور الذي حدد الاوزان المسموح بها على شبكة الطرق، كما أعطت الوزارة ما نسبته 25% كعامل أمام من مجموع أوزان المحاور. ماذا يعني هذا؟ الـ 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 هي زيادة 25% من مجموع أوزان الشاحنات كعامل أمان لفترة معينة، وحاليا الوزارة تعمل على دراسة لتلك الأثار للأوزان على الطرق، وسوف يتم النظر في عامل الأمان حين الانتهاء من تلك الدراسة. جميل. نتحدث عن الخطط المستقبلية مهندس هيثم. نعم. لتوسعة استخدام الموازين المتنقلة والثابتة لضبط محاور الشاحنات. أنت سبق وذكرت بأنه توجد 4 فرق تقريبا. نعم. تعمل على هذه الضبطية. نعم. هل هناك خطة مستقبلية لتوسعة أكبر؟ الخطط المستقبلية الوزارة حاليا تقوم بتنفيذ العديد من المحطات الثابتة لوزن الشاحنات على طريق الباطن السريع وطريق بتصور، وسوف تقوم هذه المحطات بالعمل على مدار الساعة. وأيضا الوزارة ماضية في التوسع بالموازين المتنقلة لمساندة تلك المحطات. أيضا نتحدث عن تفصيل في غاية الأهمية، هو موضوع ثقافة الحمولة الزائدة في الطريق، يجب أن يتحلى بها قائد المركبة قبل صاحب المعدة أو صاحب نعم. الشاحنة إن صح التعبير، وهذا تحتاج نوع من التوعية عفوا. فهل هناك برامج توعية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية وغرفة التجارة والصناعة لتوعية الناقلين بالأوزان المحورية المسموح بها على شبكة الطرق؟ نعم، قامت الوزارة بالتنسيق مع غرفة التجارة وصناعة عمان وشرطة عمان السلطانية وبحضور شركات النقل، وعمل عرض مرئي لتعريف الناقلين بالأوزان والأبعاد المسموح بها على شبكة الطرق، كما قام المسؤولين بالوزارة بعمل توعية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. إذن هكذا مستمعين الكرام، بعد تفاصيل متعددة ذكرها المهندس هيثم بن أحمد بن مراد الزجالي رئيس قسم التصاريح والتراخيص بالانتداب بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات، تحدثنا عن أوزان الشاحنات، الوزن المسموح الذي يقارب 46 طن هكذا مثل ما تحدث ضيفنا الكريم. أيضا هناك شكل من أشكال الرقابة يتمثل في 4 فرق على محافظات السلطنة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، طبعا يقومون بمجهودات لضبطية هذه الأوزان الزائدة ومخالفتها، وهناك مشاريع وبرامج من الممكن أن تؤدي إلى ثقافة جيدة في نقل هذه الحمولة. في الختام نشكر ضيفنا العزيز المهندس هيثم بن أحمد بن مراد الزجالي رئيس قسم التصاريح والتراخيص بالانتداب بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات. شكرا لك مهندس هيثم. شكرا لكم وشكرا على الاستضافة في برنامج مسارات. بارك الله فيك. إذن نشكر مجددا ضيفنا العزيز رئيس قسم التصاريح والتراخيص بالانتداب بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات المهندس هيثم بن أحمد بن مراد الزجالي وحديثه عن أوزان الشاحنات. إذن هكذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا مسارات لهذا اليوم، والذي تحدثنا فيه عن تفاصيل متعددة وبرامج وخطط ما زالت تقوم بها وزارة النقل والاتصالات، وأبرزها هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم أوزان الشاحنات، والذي تعرفنا فيه على الكثير مما يخص هذه الثقافة التي إذا ما توفرت بشكل جيد كانت طرقاتنا أكثر سلامة وأكثر
انسيابية، وفي حال وجود خلل في ذلك فإنه وإن كانت هناك مشاريع طرق جبارة فإنها ستتعرض للتلف في وقت لاحق. على كل نشكركم مستمعين الكرام على هذه المتابعة، وبإذن الله في حلقة قادمة من برنامج مسارات سنلتقيكم بموضوع جديد. إلى اللقاء. في الأسبوع القادم لنا مسار آخر، يونس البوسعيدي، كامل الهنائية، أحمد الكلباني، وحمد بن عامر الوردي. مسارات.